صار في متلازمة بتلحق هذا الترند، مثل الأشخاص اللي بغنوها بالفيديوهات بيلبسوا لبس معين، على سبيل المثال شنطات جلدية أو قبعة أو ساعات مذهبة أو ما شابه ذلك. هذا الترندات اللي بتنتشر بشكل عام بأغاني الراب هي ما بتختص بفئة معينة ذو خلفية معينة، يعني مهاجرين أو من جنسية معينة أو قومية معينة، وإنما بتنتشر بين أوساط الجيل الشاب ككل، يعني جيل المراهقين اللي هن تقريبا بين 12 وال20 سنة، اللي بيبحثوا عن الترند وعن الفيوز والمتابعين. للأسف اليوم نحن أمام خطاب يميني شعبوي متطرف، ليس فقط في أوروبا وألمانيا وإنما بكل العالم، وعم نشوف الانتخابات الأمريكية وغيره. هذا الظرف الاستثنائي اللي عم نمر فيه جميعا أدى لانتشار هذا الترند واستخدامه من قبل اليمين المتطرف، جماعات اليمين المتطرف، ومنه الحزب الأفدي اللي هو البديل من أجل ألمانيا، واللي عندهم انتخابات مصيرية ب3 ولايات شرق ألمانيا حاليا، عم يستخدموا هذا الترند لحتى يقولوا لجمهورهم ومتابعينهم انه هدول المهاجرين عم يجيبوا لكم ثقافة دخيلة غير أصيلة على المجتمع، وهذا الشيء مغلوط، لأنه ثقافة الراب هي ثقافة غربية بالأساس، هي مسؤولية مشتركة بين عدة أطراف. أولا العائلة لازم تكون المسؤولية تجاه مراقبة محتوى أطفالهم، سواء بالإنبوت بالشيء اللي عم يدخلهم أو بالشيء اللي عم يخرج من عندهم إذا كانوا عم يصنعوا محتوى. بنفس الوقت في مسؤولية على المدرسة اللي هي المؤسسة الأولى اللي تابعة للدولة، يعني الدولة باختصار في عليها مسؤولية بأن هي تعمل مناهج جديدة تكون بتوعي ليس فقط الطلبة وإنما أيضا المعلمين.